قفلنا الملف بتاع البنك الأهلي واللعب المحلي، تعالوا بقى نفتح كمان الملف الخاص بكأس العالم للأندية، وإيه المنتظر وإيه المتوقع وإيه المطلوب من النادي الأهلي الفترة اللي جاية، وهنتطرق طبعا لملفات الساعة زي ما بيتقال عليها، وفكرتنا رحيل يعني محمد صلاح من عدمه، طب لو حصل الرحيل الرحيل هيكون على فين، إيه الأفضل ليه، وهكذا من النقاط العديدة يعني هنتناقشنا إيه اللي أنا بقوله ده هيناقشنا فيها. ومنورنا الأستاذ عبد المنعم فهمي الناقد الرياضي. يا صباح الفل ولا بونجور؟ عشان تحب بونجور. انا اتعودت على بونجور كلنا خدنا عليها. ولو ما اتقالتش بنحس بغربه. انا كده لو صباح خير مش هرد، لا لازم بونجور. بونجور نورنا والله يا استاذ عبد المنعم، وبنستمتع بجد بقراءه مواضيع مختلفه معاكم النهارده. في مواضيع ساخنه معلش لو تسمح لي، منها موضوع كلاتنبرغ وهنتكلم فيه بكل بقى الشفافيه الممكنه. تمام. جميل. حالا ولا لا؟ شوف بقى كريم تحب نبدا بايه؟ الترتيب اللي حضرتك تحب نبتدي بيه. نبتدي بملف التحكيم. انا جاهز. ولا بصلاح ولا بالبنك الاهلي ولا بكاس العالم ولا نقفل الحلقه ولا نخلص على كده؟ بارك الله في المرازق. ممكن انا اسالكم انتوا تتجاوبوا، يلا حتى يبقى تجديد. تعالى نبتدي فعلا بالملف بتاع كلاتنبرغ، لان الحقيقه كانت يعني مفاجاه مدويه بالنسبه لناس كتير من اللي كانوا متفائلين بوجوده وبجدوى وجوده ونتاج وجوده. طبعا كرسي في الكلوب اتضرب بعد حوالي 172 يوم من توليه لهذا الملف. اكتر. واخد بالك ازاي؟ شايف اللي جاي عامل ازاي؟ هو النهارده في اجتماع مجلس الساعه 12 اتحاد كره القدم. طيب الاجتماع ده ليه؟ الناس تسال نفسها. انا اعتقد عشان قبول الاستقاله. لا امال ده عشان كلامه امبارح، هو ان هو قال ان هو يطلع بعد ما يجتمعوا هيقول كل التفاصيل. فهم ده اعلن هيقول في انجلترا كمان. حاولوا، ما هو في ذا صن امبارح ما نزلها كلام على لسانه، كانت وحشه قوي. تمام. فالنهارده طالما انتوا هتتكلموا انتوا هتقولوا وانا هقول. هتقول ايه بقى؟ انتوا هتشوفوا هتقولوا انتوا ايه. ده الموضوع كبير. إيه؟ موضوع كبير جدا. ما اعرفش، موضوع كبير ومؤسف. ما انا هقول لك التفاصيل. دلوقتي الراجل ده اللي في الصوره قدامنا والراجل ده اللي في الصوره قدامنا في مشكله بين الاثنين. مين اللي اتعاقد مع الثاني فيهم؟ جمال علام. هو اللي متعاقد معاه، هو وحازم امام. الكلام اللي حصل امبارح واللغط الكتير اللي حصل امبارح ضايق الراجل ده اللي هو ايه الانجليزي ده. فهم قالوا امبارح ان هو ما بيعملش حاجه. تخيلوا حضراتكم بيان من اتحاد كرة القدم المصري بيقول ان كلاتنبرغ ما بيعملش حاجه. هو بيقولوا ان هو يعني كان المفروض الديل ان هو هيبقى موجود وما قدمهاش، ومش عبر زوم ان هو يتم العمل عبر زوم. انتوا فين بقالكم 5 شهور؟ انتوا سايبينه ساكتين لغايه شهر يناير، بقاله 5 شهور بيقبض 40,000 دولار، ولسه لما لقيتوا فيه كلام عليه بداتوا تتكلموا ان هو ما بيعملش حاجه. طب ما حاسبتوش ليه؟ 40,000 دولار؟ ايوه في الشهر. رقم حلو. رقم حلو. اقول لك على المفاجاه ايه كمان؟ لو مشوه 3 شهور شرط جزائي في كام؟ في 40,000 دولار. هو المفروض العقد معاكي آلة حاسبة؟ معاكي آلة حاسبة؟ انا طلع يا باشا حالا. احسبي 120,000 دولار في 30 جنيه مش عارف احسبها دي. 10 مليون جنيه مصري. طب انا عايز اقول حاجة. ده بيتقلب عليهم. ايوه طبعا. هو العقد بتاعه كان لغاية امتى؟ اخر السنه، اخر السنه دي. السنه دي يعني كان انيوال او سنوي يعني. سنوي. مش كان المفروض انه هيقعد مده اطول بمنطلق انه جاي مش بس على ملف التحكيم، هو جاي. بص هو اول ما جه تعاقدوا معاه قال لهم انا مشغول ورايا مش عارف ايه. هو صار عندي مش عارف ومرتبط ايه ورايا حاجات يعني. فقالوا لا احنا عايزينك. جابوه، وافقوا على كل شروطه. هو عقر مش سهل. جاب حد قعد معاه وعمل له عقد ما يخرش الميه في كل التفاصيل دي اللي تخليه مؤمن. طب ما تخليهوش قدام الراي العام باي شكل، ضعيف باي صوره من الصور. وبالتالي لما حصل الدروب الاخير وقالوا عليه، ما هو ايه اللي جاب الازمه فين؟ ان اتحاد الكوره من ثلاث اسابيع واسبوعين والحمله شغاله على اتحاد الكوره في ايه؟ الراجل ده فين؟ الراجل ده مش موجود، الراجل ده قاعد في بلده وراح يحلل وراح مش عارف ايه وايه 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 وايه. طبعا اتحاد الكوره قال عايز يخرج من المطب ده والحرج. وده حقيقي؟ هل هو كان فعلا بيدير المنظومه عبر زوم؟ ما كانش متواجد هنا؟ ما كانش موجود بالفعل. والحرج الاعلامي ده يردوا عليه ازاي؟ ما بعتولوش فلوس شهرين. فطبعا هو ايه؟ الحنفيه وقفت بالنسبه له. فسال على الفلوس دي، جاب فين الفلوس؟ قالوا لا ما انت قابض شهرين مقدم. لا احنا مش اتفقنا كده. شهرين مقدم دول كمان ده حكايه ثانيه. شهرين مقدم دول بلا عمل يعني شهرين؟ يعني شهرين مقدم دول ايه؟ كينونتهم ايه؟ بتوع ايه؟ فقال لهم لا
الشهرين المقدم دول مش في الحسابات خالص. امال ايه، هديه يعني؟ ما اعرفش. بالحب. فدي بقى لا، ما طبعا كده الاتحاد. لا ثانيه واحده بس، كده الاتحاد معاه حق. حق في ايه؟ ان هو يعني ايه، طالما بقول لك مؤمن نفسه في العقد، هو مؤمن نفسه في العقد، ان العقد بيقول ان الشهرين دول خارج يبقى دول كانوا حاجه ما اسمهاش شهرين مقدم. فهم عايزين يحسبوا ايه؟ عايزين يحسبوا الشهرين دول من ضمن ايه؟ من ضمن اللي حسب الاتفاق العقد شريعه المتعاقدين. تمام. لا بقول لك قالهم لا، هم لا، بقول لحضرتك هو جاب حد عقر عارف يعمل العقد كويس ومأمن نفسه كل الشروط وتمام التمام، وهو قاعد كده ومبسوط تمام التمام زي الفل، وحقه هياخده. فهم عايزين يلموا الدور بعد ايه؟ ما هو هيطلع النهارده تتكلموا. انا هتكلم. هم الجماعه عشان لقوا ان زي ما حضرتك قلت من شويه ان مرت خمس شهور ومفيش انجازات تذكر، مفيش حاجه. بالعكس انا شايفه في حاجه على الارض. هم بيسجلوا موقف. لا انا قصدي اقول لك لو افترضنا ان السيناريو ده هو هم حاولوا يسجلوا موقف، بس يسجلوا ازاي ده الكلام ده؟ يا الكلام ده يدين انت بقالك خمس شهور شفت الراجل انت جايبه يطور لك الحاجه ما طورهاش، هتجيبه تعالى انت ما طورتش ليه؟ ما قدمتش خطه ليه؟ انتوا جايين تسالوا دلوقتي؟ فدي السؤال. هم طب هيتحركوا ليه دلوقتي؟ علشان خاطر الناس لمتهم على ان في راجل بياخد 40,000 دولار ومش موجود في مصر. انت عارف كمان ايه البيان اللي صدر استاذ عبد المنعم؟ قال لك ان من كتر الشكاوى في كلاتنبرج فهم بيعملوا هذه الخطوه، او هم هيقدموا على هذه الخطوه على اساس في شكاوى. هيمشوا يعني؟ مش هيقدروا يمشوا. ما انا بقول لك مش هيقدروا يمشوا. يعني. هو قال هيعلن استقالته، هو قال ان هو هيعلن استقالته، هم مفروض هيناقشوا الاستقاله في قبولها او عدمها. لا لا. واكيد هيكون في قبول. انا شايف يعني السيناريو غير كده خالص، شايف السيناريو هيبان الساعه 12 يعني احنا دلوقتي الساعه 11 وانت شايف ان ايه؟ لا انا شايف ان هو هيحاولوا يرادوه تعالى عشان هم هيقعدوه. اه والله دي وجهه نظر، ممكن تبقى يحصل موقف ما حصل ان حاولوا يرادوه وهو ما رضيش وبالتالي استقال والاستقاله مشي يعني مشيت ترجع ريما لعاديتها القديمه اللي هو بقى يعني اللي هي بقى يعني ما فيش ثقه في الحكام، ما فيش ثقه في اي لجنه بتيجي، ما فيش ثقه في ان مين يتولى المسؤوليه، ولا هيجيبوا حد اجنبي اخر. لا مش هيجيبوا، الايدي ميده كلام مش مظبوط يعني عشان ما بس مش هيبقى في استقطاب اخر لخبره لا يعني لا انا ما اعرفش ان هي ايه، بس اللي طرح امبارح ايدي ميده كلام مش مظبوط. دي كلمه كده اترمت كده وخلاص حسب المصادر اللي قالت لي كلمه رمت كده وخلاص، لكن هو لا مش مطروح تماما. ومفيش حد طبعا من بره زي ما قالوا، في حد من بره بيتكلم، هو اللي بيسلط الحكام على كلاتنبرج، هو هو العامل الازمه. الكلام ده غير صحيح بالمره. لا يعني احنا كده مكتوب علينا نقضي اللي جاي من عمرنا برضو بنشتكي من الملف ده. بص خلينا نستنى الساعتين دول بالظبط وهنعرف ايه اللي هيحصل، بس انا توقعاتي ان هو هيستمر وهيكمل. هم عايزين يلموا الدور بعد اللي حصل كله ده امبارح، ومش هيمشوه وهيلتزم بشروط التعاقد اللي بينه وبينهم. ما كانش الموضوع اتصعد على فكره كل ده لو كانوا هيلموا الموضوع من الاول. الموضوع متصاعد جدا. لا لا لما هدد امبارح وقال هطلع اتكلم وهقول طب لو هم ما عندهمش حاجه ما يطلع يتكلم. ما هو ده بس خلي بال حضرتك من حاجه برضو. ما هو خلي بالك هو هيطلع يقول ايه؟ هيقول انا ماليش دعوه بحاجه، هم اللي بعينوا الحكام من غير الاهانات اللي اتعرض ليها. خلينا بس بعيد على الاهانات. لا ما هو برضو ده من حقه ان هو الراجل يتضايق، قلنا هو نتكلم مش اهانات بس، ده كان في خوض في الاعراض يعني. تمام. لكن في الحاجات الثانيه هو اللي هيتكلم فيها الفنيه، في حاجات اصعب يعني بيقولوا مثلا تعيينات الحكام مش منه، مش هو اللي بيعملها، في ناس مفروضه عليه، في اسماء بتيجي بتتعين بدون ما يعرف، القائمه الدوليه طبعا مش هو اللي عاملها، حاجات كتير جدا هو هيتكلم فيها يقول انا في حاجات كتير جدا انا ما عملتهاش فالناس بتلومني عليها، فانتوا ما تسيبونيش اطور، لسه ما طورتش الدنيا، لسه الدنيا بالنسبه لي ما مشيتش زي ما انا عايز، والدنيا مش ماشيه مش مظبوط، وزي ما قالت الاستاذه طبيعي ان كل طرف العراض وكلام مش مظبوط، فالجو بالنسبه له مش مناسب، فالدنيا عايزه تتلم. لان اللي اتعاقد مع مين؟ حازم امام وجمال علام، والاثنين عايزين يلوموا الدور، لانه في النهايه هيلاموا على انه لو رحل، لانه خلي بالكم لو هو مشي بالشكل ده شكلها مش كويس. احنا يعني هم في اتحاد الكوره مش عايزينه يمشي بالشكل ده طبعا، السمعه والكلام طبعا. ومشي وعشان خاطر كذا وشتموه وشتموه قالوا عليه وخاضوا في الاعراض والحاجات دي، وفي نفس التوقيت ما سابولوش الفرصه. ثم لا يلاموا يعني على حد لازم امام لا يلاموا لهم تعاقدوا معاه بالشروط اللي هي اللي ايوه انا بتكلم في الازمه اللي حاصله، هو هلومهم ليه؟ حتى هم لو يعني تعاقدوا مش شرط الازمه تبقى منهم، لان الازمه مش منهم، هم كناس عينته او اختارته يعني. مسؤولين يا استاذه، مسؤولين ماشي، مسؤولين في الاختيار، لكن ما حدث بقى في الداخل. ما هو راجل قال لهم على بلاطه زي ما بيقولوا كده بالبلدي، انا مش انا اخترت حد دلوقتي حصل فساد او حصل مشاكل او انا اللي هتسال يعني. لما انا يجيبوني يقولوا لي تعالى دفاعا والله عن كابتن حازم او يعني مؤسسه يا جماعه علم. انا مش فاضي، انا عندي ما عنديش وقت، لا تعالى وخلاص، تعالى نعمل زي ما انت قلت من شويه، نستنى الساعتين دول ونشوف المجتمع هيوسر عن ايه ولكل مقام المقال. طب تعالى بقى نروح لماتش الاهلي والبنك الاهلي، وكيف رايت هذا اللقاء وكيف رايت اداء النادي الاهلي؟
انا كنت شايف ان لعيبه الاهلي خايفين شويه على من الاصابات شويه، مركزين شويه بعيد عن المباراه. بس كان اهم حاجه عندهم يخطفوا الثلاث نقاط طب. ويركزوا انهم ياخدوا الثلاث نقاط يبقوا في القمه، وفي نفس التوقيت هم دماغهم في حته تانية خالص. يعني هو زي ما يكون مركز بقى باصص لقدام بقى. لا باصص في كاس العالم للانديه خلاص، يعني انت محفل عالمي حاجه كده جايه لك او جايه من السماء. هديه طبعًا. بعد الظلم اللي حصل ونقل صحيح. المباراه بالشكل اللي كان طبعًا. في مشكله كبيره انها تنقل المغرب. الناس كلها كانت منتظره ان الاهلي يعمل زي ما عمل مع الزمالك يعني يدي ثلاثه البنك الاهلي او اربعه. بس دايما متعودين الماتشات الكبيره زي الاهلي، الاهلي يلعب مع الزمالك مثلا الماتش اللي بعده يبقى شويه الدنيا مريحه. عند الاهلي كسبان الزمالك و3-0 وعامل شوط ثاني ولا اروع، اكيد في سنه تريح شويه، خصوصا ان كل واحد خايف بقى على نفسه يتعور يتصاب يحصل له حاجه يحصل له مشكله، لانه قدامه بعد 10 ايام او بعد طبعًا. اسبوع واحد محفل عالمي طبعًا. الناس كلها بتتفرج على المباريات. بالمناسبه شايف فرصنا في المحفل العالمي ده واصله لفين؟ النسخه دي حلو المحفل دي صح؟ في كاس العالم حلوه جدا. عايز اقول لك خدت الحلقه في حته جديده تمام. شايف فرصنا ايه بقى في كاس العالم للانديه؟ فرصنا فرص النادي الاهلي فرص النادي الاهلي. بص انا امبارح ناس كلمتني كتير قالوا لي بقول لك ايه، احنا شبعنا برونز، الدولاب مليان برونز فعلا والله. دي جمله سليمه، يا فضه يا ذهب. ايوه عجبتني الكلمه والله فعلا يعني فعلا دولاب الاهلي مليان برونز. لا عايزين بقى ده الذهب بقى سعره كام دلوقتي والفضه بقت بكام. ف اللي خلى الاهلي يعمل ده في البطوله اللي فاتت بدون نجومه الكبار وكل الاهلي لعيبه الاهلي النجوم قادر انه يعمل ال العروض الجيده. امبارح عجبني خالد عبد الفتاح مان اوف ذا ماتش. لا سيبك مان لا ما هو مان اوف ذا ماتش عن استحقاق عشان الاداء الجميل. عايز اقول لك بعيدا يعني عن التفصيله دي متفق معايا يعني. متفق معاك طبعا. هو قال كلمه حلوه قوي، ما اعرفش هو لما مروان عطيه لما قال انا امي دي عيالي من اسبوع واحد كنت فين ودلوقتي انا رايح فين. يعني كنت فين في نادي بيلعب تالي ده مروان احنا قلناها معانا في الاخر تالي مروان تالي خالد عبد الفتاح على ما اعتقد يعني ممكن المهم واحد من الاثنين ابننا وخلاص. لما يقول جمله زي دي جمله جميله جدا ان لعيب فكر ان هو خلاص انت انت انتقلت من مكان لمكان. وفي حاجه مش الناس مش واخده بالها منها، خالد عبد الفتاح لما يجي ويلعب ويبقى بهذه النجومية صح ده يحسب للنادي الأهلي يحسب للجهاز الفني. أنا قلت كده صح. اللي قدر في ظرف أسبوع واحد بس يعرف إمكانيات اللاعب ويقدر يلعب جوكر مساك ويلعب باك يمين ويلعب باك شمال على ما أعتقد فترة من الفترات. ده أنت هتلعب آخر ماتش كان باك شمال جون. فده معناه إيه؟ معناه إن الراجل اللي في الكولر ده مش سهل صح. يعني في ظرف اسبوع عرفت امكانيات لعيب بحجم لسه جاي عندك. ده في مدربين بيقعدوا ثلاث سنين على ما اكتشفوا امكانيات اللعيبه التانيين وبيدوا له بيقعد ثلاث سنين ويكون الثاني مشي يكون مستواه باظ واللعيب عجز ويكون لعيب عجز بجد. مش انت بتحسبيني بهزر؟ والله العظيم في مديرين فنيين بيقعدوا اللاعب جنبهم سنه عشان الانسجام، بلاش ثلاث سنين دي، سنه علشان الانسجام. لكن المدير الفني الواعي اللي يقدر يكتشف مكامن حلوه مكامن دي برضه مكامن النهارده في ابداع والله النهارده في ابداع بقى ما تقلش في حلاوتها عن محافل عن محافل طبعا لا محفل ولا محفل. فلا انا عاجبني كولر، عاجبني ذكائه، عاجبني حاسس ان الاهلي في امان مع كولر. راجل راسي راجل هادي وعشان كده مفيش حساب مفيش ضغط جماهيري عليه. لا بالعكس سايبينه براحته خالص انه قادر ان هو يقود سكه او سفينه الاهلي ل بسم الله ما شاء الله طبعا ما خسرش ولا مباراه. مبارياته كلها بياخد منها اللي هو عايزه وده شيء جميل جدا. لعيبه النادي الاهلي قالوا رامي ربيع هيمشي وما ينفعش ومش نافع. ومحمد شريف وغيره. رامي ربيع حاليا احد نجوم الدفاع بل انه رقم واحد. انا عندي رقم واحد دلوقتي في المدافعين. محمد هاني نفس الحكايه، طور لعيبه وطور اداء لعيبه عشان الشحات كلام كتير جدا عنه انه ما ينفعش وخلص وشطب ومش هو بتاع ريال مدريد لما كان في الامارات والدنيا كهربا. فكره عوده كهربا بهذا النضج عمل حاجه على فكره دي مش بس تحسب لكهربا، عمل حاجه جميله جدا. كهربا الناس كلها متوقعه يلعب امبارح ريح ما ينفعش وكلام لما قاله في مؤتمر الصحفي لا ما ينفعش طبعا ما ينفعش احنا لعبه راجل قاعد بقاله سنتين وبيتدرب بس ومش حاسس المباراه. لا اديته المباراه المهمه اللي ترجعه تاني
اديته ماتش سموحه يبتدي يسخن، اديته ماتش جماهيري زي الزمالك يشفي غريله فيه بقى، لانه المنافس التقليدي هو اللي عايز يوقفه لما يجيب جون كمان. لا شكل تاني مختلف تماما، في فكر يعني ورا القصص دي كلها. لا 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 راجل فاهم، راجل تحس ان هو من سويسرا صح؟ سويسرا. من سويسرا البلد اللي هي جنب المحطة. ايوه لا 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 يعني فاهم وواعي وعارف وهادي، مش محتاج بروباجندا ولا محتاج اعلام ولا هو مش صاخب يتكلم. باي شكل ولا لا هو هادي، هو بيجمع في ثقه بس يعني بس بيجمع. بس في حاجه تانية الناس مش ملاحظاها عليه، ابني قالها لي امبارح فبيقول لي يا بابا هقول لك على حاجه، قلت له نعم، قال لي الراجل ده بتاع الماتشات الكبيره بيبدع في الماتشات الكبيره، عشان كده انت سالتني سؤال في البدايه خالص على كاس العالم للانديه. لا باذن الله ما تخافش على الاهلي في كاس العالم دي، لان مباريات كبيره والراجل ده بيعرف يفكر كويس، بيعرف يستغل اوراقه بشكل كويس. بس في 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 في, في نوع في كواليتي المنافس. في لقطه خدت بالك منها لما الشناوي وقع في الارض عمل ايه؟ واقف مذهول. طبعا وكان بيكلم مع لما كان بيعالجه رجله طبعًا. كانت رجله انا حسيته بيقول له ايه؟ في ايه؟ هو هيحصل ايه؟ احنا عندنا طبعا يا وحش. كان تعبير وشه بليغ قوي في اللقطه دي. مستنياك لا والرياكشن بتاعه بره الملعب بيتعامل ازاي وبيتكلم ازاي، ولما قال له معلول خليك جنب هنا ما تقدمش في ماتش الزمالك. لا بص مدرب بسم الله ما شاء الله حاجه جميله يعني. وان شاء الله يكون بدايه سلسله من البطولات للنادي الاهلي، يا رب. سلسله من التوفيق للاعبين اللي هم انا شايف ان هم استعادوا معاه مستواهم بشكل كبير جدا، والفارق هو ظاهر في المستوى. بص على الجدول، جدول يضحك بصراحه يعني. ايه جدول الضرب بتاعنا ده؟ جدول الضرب يضحك. الترتيب يضحك بامانه. بس في حاجه انا بخاف منها دايما، ايه هي؟ اللي اختلفنا فيها انا وانت المره اللي فاتت، المستوى بتاع النادي او بتاع النادي الاهلي لازم اطور منه، ما بنيش على انا موجود في اي سكه وخليني فيها، لازم اطور نفسي واعمل حساب للمنافسين. عندي مش منافس واحد بس السنه دي، لا الزمالك عنده اربع خمس منافسين، والانديه كلها مدعمه صفوفها بلاعيبه من العيار الثقيل، ما فيش نادي ضعيف، كل الانديه عندها قايمه مليانه لعيبه كويسين. وخلي بالكم في حاجه مهمه دلوقتي، في تدوير في المدربين اللي انتم شايفينه ده. طبعا انا عامل احصائيه في الاهرام الرياضي مش هتتخيلوها. سنه ميلاديه سنه ميلاديه 2022 ليناير 2023 68 مدرب تعاقبوا على الانديه. تخيلوا ضفت معاهم فيريرا وايهاب جلال. ما 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 مش هخمن ده هو بس لا ده فيريرا او فيريرا طارق ايهاب جلال طارق العشري احمد سامي اربعه يبقوا 72 72 مدرب في 365 يوم. غريب قوي الموسم ها، مدرب ظاهره غير صحيه غير صحيه بالمره وفيها لعب ومش بمصلحه حد، فيها لعب لعب كبير جدا يعني ايه؟ لعب وكلاء اوكي لعب كبير مفيش التزام باللائحه، مش في لائحه بتقول. طب هقول لك على معلومه، البنك الاهلي مشى مين؟ خالد جلال في بدايه الموسم ومشى مين تاني؟ وحلمي طولان. هل يحق له يجيب مدير فني؟ لا. طب هو عين ليه الاخ امير عبد العزيز ليه؟ وامير عبد العزيز شغال اصلا في البنك الاهلي، شغال في المنظومه بتاع كره القدم هناك، فجايبينه هنا في مشكله. الناس مش واخده بالها من هنا، اشمعنى امير يعني؟ امير ده جديد. فالدنيا هنا ايهاب جلال لا يحق له تدريب اي نادي هذا الموسم لانه مشي من ناديين. لا يضرب في القسم الثاني ماشي. لا يحق ليه قانونا؟ قانونا بحسب اللائحه ما يروحش اي حته، لكن في احيانا يقول لك ايه رحل بالتراضي. طب التراضي، طب مين اللي زعلان ومين اللي عايز يمشي؟ رحل بالتراضي. وطبعا يقال النهارده ان حسام البدري هيمسك سيراميكا واحمد سامي راجع مره ثانيه. لعب كده غريب جدا في الدوري المصري. جوارديولا بقى له 7 سنين، من انا كنت في الاعداديه وجوارديولا بيدرب ده كنت في الاعداديه من 7 سنين من 7 سنين أي. مشكله عديها يعني ويورجن كلوب بقى له قد ايه في ليفربول؟ السنه السابعه بس دي السنه السابعه الكبيسه المشكله بالنسبه لي. طب يمشي بقى، يمشي مش محمد صلاح اللي هو يمشي بصراحه. هم مستني هنيجي للملف. تخيلوا حضراتكم احنا بنعاني، الكره المصريه تعاني. شوف احنا بنتكلم في تطوير والانديه المصريه ما عندهاش التطوير ولا عندها نيه للتطوير. طب ده ممكن يندرج تحت التطوير، خلي بالك ممكن الناس تقول لك صفقاتي صفقاتي بتاعت اللعيبه وصفقاتي الجديده اللي بتعاقد فيها مع المديرين الفنيين وان انا بقيم وبغير والكلام ده كله، ممكن يقول لك ده تطوير. حضرتك انا مسكتك رئيس نادي صح؟ لما تحب تجيبي مدير فني طموحاتك ايه؟
قمه اكيد وسط ولا عايزه تهبطي قمه ماشي تجيبي لي مدير فني من البدايه خالص بيشتغل على القمه طبعا وتعينيه وتديله الصلاحيات وتسيبيه سنه وفق فيها ماشي ما وفقش فيها خلاص انت محقق يعني كان ده حصل بتاعك. مع منتخب مصر مثلا ما في يا استاذه من المنى ما حصلش مع المنتخب في اصلا المفروض يحصل أيوة عشان ما حصلش اللي بيحصل عندنا ده لا يحدث اصلا مع المنتخب 72 مدرب في 365 يوم ده رقم مهول رقم صعب الاحصائيه اللي حضرتك بتتكلم عليها تقريبا هي ظاهره معانا على الشاشه 68 اسما في 365 يوما مدرب راح واخر جاي مدرب كل خمس محطات يعني صحيح. يعني حاجه غريبه جدا طب قبل برضو ما الوقت يسرقنا عشان برضو كل ملف اصله مليان كل ملف بنفتحه معاك مليان تفاصيل بس عشان دي برضو نقطه مهمه قوي اللي كانت نهاوند بتتكلم فيها من شويه فكره محمد صلاح وبالمناسبه ده كمان سؤال السوشيال ميديا في حلقتنا النهارده في رايك في حال رحيل محمد صلاح عن ليفربول لسبب او لاخر تعال نحطها بالصيغه يعني انتوا جزمتوا انه يمشي ما انا بقول لك احنا في حال في حال بس انا ما بحبش الحال ده يحصل اكيد لا انا مش عايزه يمشي بصراحه شديده يعني هو مش معنى صلاح عمل كل التاريخ ده وبقى احد اساطير الدوري الانجليزي ويتغنوا بيه ويتغنوا بيه والله يقول لي يورجن كلوب يعني ما المشكله معاه دي حاجه والحاجه الثانيه موسم شيء طبيعي ان في واحد اكيد بيحصل له دروب في موسم لا وللامانه هو دروب الموسم ده مش لمحمد صلاح ولا للفرقه كلها لكلوب نفسه طبعا والفرقه كلها طبعا الفرقه كلها فيها مشاكل فبالتالي انا شايف قرار لو تم في حال استغناء او في حال رحيل محمد صلاح محمد صلاح هيخسر كتير وليفربول لن يخسر لا ما كل الاطراف هتخسر واحنا هنخسر احنا كجمهور مصري هنخسر لان في النهايه انت كونت امبراطوريتك كونت عظمتك كونت اسطورتك في ليفربول واحنا حبيناك في ليفربول عايز اقول لك ان بعض التويتات اللي جايه من يعني مشجعي الدوري الانجليزي كان بيتحدثوا ان كان حد كاتب يعني عجبني عملت له ريتويت بيقول لك الصفقات اللي زي محمد صلاح احنا بنجري وراها مش بنضيعها من ايدينا بالظبط كده فالناس كتير معترضه على اللي بيحصل الهيبه هتروح النجوم مين بقى يعني محمد صلاح الان هو يمثل ليفربول يعني محمد صلاح لما في فرقه هتيجي تلعب ليفربول لك لا ده محمد صلاح ده فاضل لهم يومين كانوا يعينوه عمده ليفربول اصلا المفروض والله فعلا لكن في النهايه لا انا شايف ان القرار هيكون غير صحيح وغير مدروس طب وفكره بقاء ام رحيل يورجن كلوب بتشوف ازاي لان فكره ان انا ابقى مسؤول عن الفريق بتاعي والسكواد بتاعي ولاعب زي النجم بتاعي معلش يعني يحصل عنده دروب مش انا المفروض كمدير فني المسؤول وانا اللي احاسب يعني مع ان الوضع مش شايفاه كده هناك بصراحه أنا غريبه انا مستغرب جدا على الدوري الانجليزي تحديدا في حاجه سير اليكس فيرجسون قعد كام سنه مش عارف 16 و17 سنه حاجه كده تقريبا قوي ده يعني ما انا ما اعرفش لو في لعيب قعد معاك 16 سنه نفس القعده ونفس الكلام ونفس السيستم نفس مش بقى. عارف ايه ما اعرفش بس نجح معاهم يعني حاجه سبحان الله حاجه نجح ونجح وعمل اسطوره كون ظاهره كون ظاهره بس ده ظاهره يورجن كلوب ناجح اهو معاهم اهو يورجن كلوب انا في سنتين كمان تاني ناجح جدا في مديرين فنيين خلينا نبقى متفقين في مديرين فنيين يقدروا ان هم يستمروا لسنوات طويله وفي مديرين فنيين بقائهم كل ما زاد كل ما كانت كارثه للمنتخب يورجن كلوب من اللعيبه دي من المدربين دول ويمكن دي مش اول مره مع ليفربول على عفريت السنه السابعه صح عفريت السنه في حاجه مع هذا المدرب في عفريت في هذا الموسم مش اول مره تحصل مع ليفربول كده انا بروح بقى الشيخ يقرا له بقى على السنه دي او يجي عندنا هنا نحلل سؤاله هو اصلا ايه اللي حصل فنتج عنه اللغط ده كله ونتج عنه احتماليه رحيل محمد صلاح عن ليفربول والله ما اعرف يعني انا عن لسه نفسي الموضوع يعني مش معرفش ان انا مش عارف قراراته الاولى ايه في رايك مش واضح مستواه مش يعني مستوى يعني في سنه من السنين على ما اعتقد السنه اللي قبل اللي فاتت كان ليفربول بيعاني ونفس المشاكل ونفس الازمات لكن صلاح كان مختلف صلاح كان هو اللي بيصنع الفارق صلاح كان هو اللي بيدي الاختلاف لليفربول هو اللي بيديهم الفوز هو اللي خلاهم يوصلوا لانهم يوصلوا للمركز مش الرابع مش في تغيير مراكز في رحيل ساديو ماني في كذا حاجه برضه مؤثره على تغيير المراكز دي لوحدها يعني حدوته عجيبه جدا فكره ان محمد صلاح فعاليته وقوته الحقيقيه بتبان في مركز معين بالزبط. كما كان الحال طول السنين اللي فاتت بطبيعه الحال لما يتغير المركز ده معدل تهديفه لازم هيتاثر وشفنا ده بشكل كبير في الموسم ده وحتى مش بس التهديف حتى فعاليته
مش متحققه قوي، لان هو مش في مركزه الطبيعي المعتاد. المشكله كلها في ليفربول ان كل النجوم خرجوا عن مستواهم، فبالتالي لازم صلاح يتاثر. يعني قبل كده ليفربول كان زي ما قلنا، ليفربول ما كانش في المستوى المطلوب، لكن في لعيبه كانت بتساعد، في لعيبه كان عندها يعني شايله الفرقه 3 4 لعيبه، انما مش الفرقه كلها حتى العناصر الجديده مش ظاهرين. يبقى مين اللي يحاسب فيها؟ نرجع نفس النقطه، اكيد المدير الفني. يحاسب المدير الفني، المدير الفني كمان عنده مشكله كبيره جدا، هو في التدعيمات بخيل جدا، ويبدو الاداره برضه بخيله جدا في التدعيمات، ما بتدعمش مثلا. شفته يعني هو ممكن يكون جاب نونيز، ونونيز بسعر كبير جدا لم يوفق حتى الان، جاب لعيبه كتيره جدا ممكن تكون ما وفقتش او ما ظهرتش بالشكل المناسب، ما كانش فيه تعويض كبير لساديو ماني اللي كنت شايفه احد العناصر اللي كانت مهمه وفعاله. بس يعني كنت من الناس اللي بيفضلوا ان واحد من الاثنين يمشي، يعني يا صلاح يا ساديو ماني يمشي، لان الاثنين كانت واضح قوي موضوع الغيره الفنيه، برغم انها كانت يعني بس كانت على الارض كانت حلوه لمصلحه الفريق، يعني كل واحد فيهم بيحاول يظهر بافضل مما يكون، وكان لما يكون في تركيز على ساديو ماني كان صلاح بيتالق والعكس صحيح. لكن الراجل ده هو انتوا جايبينه لابس نظاره، هو شال النظاره خالص من ساعه ما عمل عمليه في عينه. ده انت متابعه جامد بقى يا استاذ عبد المنعم. عمل عمليه في عينه، من ساعتها هو الدنيا باظ مش ماشيه معاه، يرجع للنظاره تاني وكل حاجه تعدي. كان في كلام مؤخرا برضو عن استحواذ قطر يعني كلام لسه في كلام، يعني على ما اعتقد خلال الفتره اللي جايه يبقى في كلام في الموضوع ممكن يحصل. بس يعني تعتقد الكلام ده طلع كبير زي ليفربول كده؟ مش من السهل يتباع في بين شهر والتاني. يعني شوف مانشستر يونايتد فضل فتره كبيره جدا يعني معروض للبيع، دراساته ومفاوضاته، ولسه نيوكاسل قعد كام سنه وفي الاخر اتباع بعد 10 سنين. فالدنيا بتبقى ايه، لا الحاجات اللي زي دي بتبقى محتاجه دراسات ومحتاجه ايه وقت عشان يتخذ فيها قرار، ان في النهايه انت بتشتري نادي كبير بحجم ليفربول، نادي عريق جدا طبعاً. وخلي بالك سعره عالي جدا من بعد مرحله محمد صلاح وبعد يرضى. وحكايه بيع الانديه وبرده كلام عن مانشستر يونايتد، فلوس لا انا معيش فلوس. طيب انا غلبانه. طيب اسكتي بقى، اللي معاه فلوس بيقدر يشتري. بس السؤال بيخلص. ايه قصه بيع الانديه برضو مش ايه المشكله؟ مستثمرين معاهم فلوس وعايزين يستثمروا، وخلي بالك استثمار رابح جدا، راس المال في كره القدم ده عادي. انت شايف ان هو المصلحه في كره القدم. شفت السعوديه استثمروا في رونالدو 137 قناه متعاقده مع الدوري السعودي. طب ده الاستثمار المحلي، لكن العابر بقى للمحيطات، يعني فكره ان في كيانات ما بين سعوديه ما بين قطريه ما بين اماراتيه بتتوغل مؤخرا في دوريات اوروبيه راس مال موجود وفي نفس الوقت لا بعيدا عن الشق التجاري، هم اكيد مش هياخدوا خطوه زي دي غير ما هم حاسبينها وعارفين ان ده هيعود عليهم بالنفع من كل النواحي بالزبط. لكن انعكاس ده بقى على الدوريات نفسها اللي بيدخل فيها رؤوس الاموال العربيه، متمسك من المستثمرين العرب. الدنيا اختلفت تماما وكل العناصر اللي هم عايزينها بيجيبوها دلوقتي. يعني الدوري الانجليزي اصبح هو القطب الاول حاليا، يعني بغض النظر لا بس هو لازم نقول برضو اداؤه جيد بالزبط جدا طبعا. يعني وخلي بالك هو ارسنال لسه ما خدش الدوري لسه، بس هو المتوقع ارسنال يعني سو فار، يعني بنتكلم بلغه الارقام لحد دلوقتي ارسنال متصدر في الدوري الانجليزي اكيد، واحسن فرقه حاليا في الدوري الانجليزي هي ارسنال، وممتعه وعندهم عناصر صغيره في السن ناصر باقل القليل اصبحت صحيح. ارتيتا عامل شغل كويس. نشوف بقى الناس اخبارها ايه في السوشيال ميديا كده وارائهم ايه. نشوف كده التوقعات بقى. احنا الله كنا ايه التوقع الاولاني ده؟ النصر السعودي. محمد المغربي يقول لك لو رحل محمد صلاح يروح على النصر السعودي. تخيل ما جاتش في مخيلتي. صعب. نيرة عبده ريال مدريد ان شاء الله فخر العرب. طارق صادق بيصبح علينا وبيقول في حال رحيل محمد صلاح عن ليفربول اعتقد الانسب للريال او مانشستر سيتي، واتمنى ان يذهب الى الدوري الاسباني عموما سواء كان الريال او برشلونه، وان شاء الله اتمنى ليه التوفيق فيما هو قادم. هل متوقع ان هو ممكن يروح الدوري الاسباني؟ لان انا سمعت برشلونه اكتر من مره. ليه لا؟ مفيش مشكله، وتشافي كان عايزه كذا مره يعني. بس هو العناصر اللي جابها تشافي خلت الاستعانه بمحمد صلاح. خلي بقى اقول لك على حاجه، صلاح احد طموحاته الدوري الاسباني من فعلا. زمان من زمان. انا يعني كل مره اقول الكلام ده قعدت بس غريبه ليه هو في اقوى دوري في العالم ليه حابب يروح الدوري الاسباني؟ ماشي انت رايح فين؟ هيروح فين؟ ريال مدريد او برشلونه؟ ليفاندوفسكي كان فين وعمل اسطوره يعني اسمه الكبير في بايرن؟ لا بيحب يلعب في الدوري الاجمد الافضل، دوري ممتع. لا ما خلي بالك هو الدوري الاسباني لا يقل حلاوه، لا يقل الى حد ما، لا هو من ناحيه مش متعه، يقل في القدره او القوه. بس في النهايه احسن ناديين في العالم ايه؟ مش عشان اختلف بقى لو كده طبعا مش نتكلم فيهم، واي حد يتمنى يروح هناك.
احنا نتمنى نروح مدريد برضو. طب بس البلد اه والله. الحكم محمد بيقول لنا ريال مدريد. داليا محمد صباح الفل على اجمل مذيعين، اتمنى يلعب ريال مدريد. داليا محمد بنت الحاج محمد ولا ده تصادف؟ والله ممكن وارد برضو. همام بيقول تشيلسي او مان يونايتد، رضا شعبان بيقول باريس سان جيرمان، بيتر بساده بيقول برشلونه او مانشستر سيتي، هان ترى بيقول شكلها باريس سان جيرمان. برضو من الاسماء اللي كررت. هو لو ميسي استمر ممكن يفكر صلاح، لو ميسي مبابي قعد ممكن يفكر محمد صلاح. مبابي لو مشي راح ريال مدريد، ولغايه دلوقتي ميسي حكايه انه يكمل في لغايه دلوقتي ما جددش عقده. لو مشوا الاثنين ممكن ما يروحش. تبقى هو حابب يلعب مع الاثنين طبعا، اكيد تبقى حاجه جميله جدا. وهو ونيمار ممكن يمشي، فهيبقى يعني باريس سان جيرمان فاضي من النجوم بعد ما كان حامل كل اسماء النجوم تقريبا. خريطه القوه هتتغير طبعا. هو وفي نفس التوقيت مش هيكون نجم الاوحد، هيكون نجم وسط النجوم، واكيد يعني اكيد هيساعدوه، اكيد هيرجعوه لمستواه تاني، وهو نفس التوقيت هيخدم عليهم اكيد. لا لما احنا نشوف الكوكتيل ده صلاح وميسي ومبابي ونيمار، حاجه جميله جدا بصراحه. هو مبابي الرومرز او الكلام ان هو ممكن يروح فين؟ انا دي ما سمعتهاش. ريال مدريد، ما هو حلمه الاساسي ريال مدريد. بس دلوقتي في الفتره اللي هو فيها دي لغايه دلوقتي على ما اعتقد يعني ما فيش اي مشكله خالص بالنسبه له. يعني هو الهدف ممكن ان هو ينتقل فعلا. هدف من زمان. ما هو بصي الهدف في عند اللعيبه يبقى اهداف معينه من زمان جدا. طالما هو قادر وعنده القوه الاعلاميه والقوه اللي تخليه يقدر يروح، فبيركز على حاجه دايما. وسنه لسه برضه دايما ريال مدريد هو عنصر الجذب لاي لاعب كبير. جذب لاي لاعب من زمان. محمد يعني صلاح في 2013 انا قعدت معاه قعده كده، فبقول له كان في بازل، بقول له نفسك تروح فين؟ قال لي لن اذهب الا طبعا لن اذهب دي بتاعت انا. قال لي مش هرجع من انا. قلت له طب ما انت بص ده فلان راح ورجع، فلان اول ما نزل من الطياره قال امي وحشاني، لسه نازل من الطياره قال امي وحشاني، والله اسمه حاضر معايا وحشيته امه. فقلت له هتعمل كده؟ قال لي مستحيل، انا مش هرجع الا انا ولا لاعب اسطوره. والله خدتها له عنوان. برافو عليه. وبالفعل مثلك الاعلى ايه؟ يعني عايز تروح فين؟ قال لي برشلونه، ريال مدريد، باريس سان جيرمان، احد انديه القمه في الدوري الانجليزي. وبالفعل الناس بتتسابق عليه. هو فين دلوقتي؟ صحيح. يعني هو حط هدف قدامه وربنا ساعده وربنا طبعًا. ما هو بص طبعًا. الكفاح والجهاد بس مش حاجه بتيجي بسهوله على فكره، مش حاجه بتجيلك وانت قاعد كده يعني. تجتهدي وتعرفي امكانياتك وتشتغلي عليها، اقسم بالله هتروحي في المكان اللي انت عايزاه، لان ربنا سبحانه وتعالى هيكمل لك. لو عندك نقص هيكمله لك. صح صح، دي حقيقه والله. حطيها لا دي حقيقه. دايما اي حد مجتهد حتى لو لا يمتلك الامكانيات الكامله هيوصل اللي هو عايزه، لان ربنا سبحانه وتعالى يحب المجتهدين. سيد ابو حميه، بالاوضاع الحاليه في السعوديه لكن اتمنى يلعب في ريال مدريد. احمد خاطر، الاهلي ممكن؟ والله لا صعب. ده يا ريت. هو دي امنيه. محمد رجب الاهلي برضه سبحان الله. يا ريت. حلم صعب. يبقى شيء رائع يا حلم بعيد. شيء رائع طبعا طبعا. طيب مين تاني؟ وسام الرافدين يقول ربما يبقى في انجلترا ويلعب مع نادي اخر، او الذهاب لاسبانيا لصالح ريال مدريد. عبد الله بيقول اعتقد ريال، بس محمد صلاح مش هيلاقي نفسه غير في ليفربول. صح، كلامه صح. هو ده الكلام. هو كده كده ممتد العقد بتاعه يوم يعني ماشي. يوم قال 2025 وماله، مفيش مشكله. هو هي يعني كبوه حصلت لليفربول، ايه المشكله بالزبط. يعني انا مش شايف في مشكله والله، ومش عارف مين صاحب التصريحات ان ليفربول هيستغنى عن صلاح. هي ذا سان هي اللي كتبت، وفي كذا موقع ايطالي كمان. هم يبدو ان هم بيقروا الصحافه المصريه، لما بيلاقوا في مشكله فبيعمل ايه؟ يحاول يعمل ازمه كده، الفرقه مغلوبه 3-0 يعمل لك ايه؟ يقول لك لا انا همشي فلان عشان الناس تنسى الهزيمه. فممكن يكون ده يعني بالون اختبار عاملينه. لو ان الحاجات دي ما بيستخدموهاش كتير، بس دي صحف كبيره يعني. بنتكلم مثلا عن ذا ميرور الانجليزيه وذا سان ومواقع ايطاليه. انت بقالك قد ايه بتسمعي عن صلاح انه هينتقل لكل الانديه؟ احنا على فكره سمعنا اصلا عن الموضوع ده اكتر من مره مع ليفربول، يعني من سنتين. طيب وكان من سنه في الاخر عمل ايه؟ هو شفناه قاعد، بس احنا قلنا ده حصل. كان بيشرب ايه؟ كان بيشرب عصير يعني مش هنختلف على اللي كان بيشربه يعني. بس ظروفها إيه؟ التكنيك ده بتاع التمويه ده ثابت؟ لا بس ظروفها وقتها كان حاجه تانية يا جماعه. كان وقتها لسه ما جددش عقده، فكانت الرومرز دي بتطلع. دلوقتي محمد صلاح ماضي لغايه 25، فالوضع مختلف. معلش هم السبب الرئيسي في عدم التجديد لمحمد صلاح والخوف للتجديد ليه بسرعه ساعتها، وكانت التجديد طبخ على نار هاديه قوي، انهم كانوا خايفين يوصل ل 30 سنه، يعني 30 سنه، والميزه الاساسيه اللي عنده اللي هي السرعه تقل شويه.
فهم حسوا انه مستواه مش هو اللي هم عارفينه عن صلاح. يعني طبعا. صلاح دايما كان هو اللي بينتشل الفرقه اللي هو الفتوه اللي بيجي ايه بعد ما يتضرب الناس كلها يطلع هو ياخد الناس كلها ياخد اللقطه. لسه ما خدش اللقطه بس لسه الدوري موجود لسه الدنيا موجوده. بس مش معنى كده انه ان ليفربول هياخد الدوري يعني ولا هي لا هو بعيد جدا خالص. محمد سعيد وبودي انا مش عارفه ده ايه الحلواني ريال مدريد حلواني. وباريس سان جيرمان او ريال مدريد ما كله ما بعدش عن التوقعات دي. ما حدش قال حاجه يعني ما هو في الاهلي هو الاسماء تقريبا وطبعا اكتر اسم اتكرر ريال مدريد واخرهم برضو محمود سيد وخالد حسن وبرشلونه احمد عماره وفتحي برضو باريس سان جيرمان برضو زي ما احنا اتكلمنا حسني التركي ريال مدريد محمد فضل في الاهلي في بقى نيوكاسل دي جديده خالص يعني رمضان الحسيني بيقول لك نيوكاسل فلوس بقى لو في فلوس كتيره ما فيش مشكله خالص. طيب احنا وقتنا انتهى بالفعل في الفقره دي يا دوب نلحق نشكرك جزيل الشكر على وجودك معانا نورتنا. انا سعيد بوجودك معاكم وبنجور مسيو احنا يعني كان شرف لينا والله الله يكرمك. شفت عشان انت رضيت ببونجور ربنا بعت لك مسيو عشان تبقى ماشي من عندنا وانت مجبور الخط. الحمد لله يا رب. لو اللقاء ده كان في التي في سانك مش هتسمع الكلام اللي انت بتسمعه عندنا. نورت الدنيا كلها بشكرك جزيل الشكر. احنا هنروح فاصل انت عندك فقره هتكون فقره مسجله مع دكتور باهر السعيد مع كريم ودكتور باهر السعيد خليكم معانا.